ها الشعور اصلا في البدايه يوم دخلت زد رصيدك، زد رصيدك وانا قلتها في لقاء سابق براند عالم مسمى زد رصيدك. حلو. انا كان لي تجربه قبل ادخل زد رصيدك في برنامج واقعي، لكن كان عندي يقين ممكن من 4 سنوات قبل المشاركه الاولى بيجي يوم انا بدخل زد رصيدك. ما شاء الله القريه هذه انا بكون متسابق فيها. يا سلام. في المقابلات الشخصيه اول يوم كنت اخر متسابق، الاستاذ فهد معيان ما شاء الله عليه يعني يحبني جدا، فقال والله انك ما تدخل لاخر واحد ما في مشكله. دخلت وكاني عايش في القريه، تعرف تفاصيلها. دخلت وانا اعرف. يا سلام. اي خلصت، كان في عشاء الاستاذ حاتم الشهري والاستاذ سعود العتيبي فهد معيان. نعم والنعم نعم فيهم جميعا وجرم يستاهلون. قلت ما بطلع. قلت والله لا اتعشى معكم، وكنت اتمشى في القريه كان ممنوع. قالوا انت وين رايح؟ قلت انا هنا. انا ما اطلع. الثقه مليون. الثقة مليون. لا عندي يقين. ما شاء الله عليك. لا الشخصيه فعلا مفصله على الواقع. انا كان عندي يقين تام بالله اني انا بدخل. يا سلام يا سلام. فتجولت في القريه وكذا وانا طالع كاني انا ابني ضميري، قلت يا ولد لا الرد بعد ما سويت الاشياء هذه كلها. كنت متلهف. الممر هذا كنت امشي واشوف الكاميرات، كنت اتخيل لو اني متسابق. جميل. كيف بيكون؟ يا سلام. فللاسف يوم صرت متسابق ما جلست على الارض. كنت فوق. تلقاني فوق الهانجر. طبيعي. هذا الوضع. طبيعي طبيعي. لكن تجربتنا كانت جميلة لأن كان عندنا إدارة يعني ما أدري كيف أشرحها، كانت أخوة. يعني تروح عند الأستاذ سعود تكلمه في موضوع ما يعامل كمدير وأنت متسابق، كأخ كبير. كوالد. جرم تحية جميعا. كان بعد كل بث يجينا الأستاذ سعود العتيبي والأستاذ فهد معيان يشكرنا ويثني علينا ويحمسنا وإحنا ما ندري بردة الفعل. سموها الإدارة بالحب. نعم. فكانوا كل المتسابقين يستحون أصلا يزعلون الإدارة. يا سلام. لأنهم كانوا كان الجو أخوي. أخوي. نعم. دخلنا زد رصيدك الله يوريك. يمكن أعترف بأول مرة. الشيف ابو عناد الله يستر عليه كانت كل الطبخات مضغوط. ليش؟ كان فيه ستيك المفروض وفيها مكرونة فيه اشياء كثيره. نعم. لحم. كان يجي الليل طبعا انا اخذ البطانيه عشان ورا عند الكنترول فيه الغرف اللي فيها الانتاج. اي نعم. في ثلاجه هناك، الثلاجه هنا الكنز. اوه في الثلاجه. كنت اخذ البطانيه علشان ما يعرف لا جسم ولا شكل ولا وجه. واتلثم بالبطانيه وادخل، يشوفوني يقولون لي ايش ابغى؟ افتح وشل. ايش ستيكات؟ ايش مضغيط لحم؟ محمد الفهري يوجه له تحيه من هذا المكان الطباخ. فيجي ابو عناد اليوم الثاني يبغى يطبخ ما بي الا دجاج يسوي مضغوط. ولا سباجيتي ما نعرف لها اصلا، حتى لو سرق لها ما نعرف. كانت تجربة جميلة جدا صراحة. ما تم القبض عليك في يوم من الأيام ولا شيء؟ إلا والله تم القبض. في يوم من الأيام كنت أنا والشباب نحسب إن البث انتهى. شايفين الوقت البث انتهى؟ إيه. طبعا ما في جوالات. نزلنا المايكات ودخلنا المطعم. مع الطاقة. خططنا قلنا بندخل. شيل يا رجال عصير فيه رز. من نعم الله. من نعم الله. والبث شغال. ما ندري. ويدخل الأول والثاني والثالث وشل من هذا العصيرات وهذا الرز وهذا. اليوم الثاني إلا قد جاء صاحب القرار. قالوا ايش سويت أمس؟ قلنا ما سوينا شيء. يا ولد قلنا أقول لك حنا في البث ونمنا تعبانين منهكين. طلعوا المقطع. الله لا يوريك. وأنت بالعصير تمشي. ولد بالعصير وأنا داخل مع الطاقة تقول يا ولد جلسوا شهر قدام يسمونها السارقين النسخة السارقة لأن الناس تكفون بالطلبة وكون. الله يسعدك. كانت تجربة جميلة صراحة. الله يعزك. والأجمل وجودك فيها هال الجميل وال اي والله نبغى دحين احنا سولفنا ما شاء الله تبارك انا الله. انا صراحة مشتاق اسمع من ايوه نبغى يطربنا مدلعين هذول مدلعين في نسختنا. ما في مشكلة حتى مدلع نبغى صوته بتدلع راح وين لا احنا كافحنا عشان